نعم، نعم. هناك يعني تصريحات لخليفة حفتر، أنت تعلم وتابعتها قبل بدء العمل أو قبل بدء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. حفتر أبدى انفتاحه على الحوار وعودة إلى الحوار والعملية السياسية للمحافظة على الوحدة الوطنية للتراب الليبي. هذه التصريحات يعني في أي إطار تأتي اليوم؟ أخي، أيضا هذه تأتي في ظل النفاق والكذب ومحاولة أن يظهر بمظهر الحمل الوديع. أخي أصدر بيانه هو في نفس اللحظة، أغار على مواقع مدنية في طرابلس في نفس اللحظة، قتل في نفس اللحظة، مثل بالجثث في نفس اللحظة، في لحظة البيان أخي في نفس اليوم. وبالتالي أخي أنا أقول أن هذا، نحن لسنا دعاة حرب، ولكن وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، ولكن كتب عليكم القتال وهو كره لكم. أخي يوم 4/4 عندما هجم كان بعدنا على المؤتمر الجامع الذي كنا معارضين ليه، ولكن قلنا يا سيدي خلص، إذا كان البلد ماشية احنا خلص نتنحى جانبا وليذهبوا، إذا كان هذا حيأتي بالسلام والدولة المدنية خلص. تخيل أن كل ثوار فبراير الرافضين لتلك المسيرة تنحوا جانبا، وحتى لا يكتب عليهم التاريخ أنهم عرقلوا أي مبادرة سلمية. يوم 16/4 فقط أريد أن أذكر، هو موعد المؤتمر الجامع. يوم 4/4 وبوجود الأمين العام، الزيارة الأولى للأمين العام هذا إلى ليبيا، هجم المتمرد على طرابلس، وإلى اليوم القتلى بالآلاف. وعندما يأتي هذا المتمرد اليوم يتكلم